كتشوفوا معايا حاولت نبارطاجي معكم شي حاجه من الكليفه اللي كانت في الدار بالنسبه للمناسبه ان شاء الله حتى الوقت ديالها ونبارطاجيها معكم يا ربي ان شاء الله. اللي بغيت نقول لكم دابا كنوجد السفر ديالي لتركيا ان شاء الله غادي غدا ان شاء الله غدا لتركيا. وكيف ما كتعرفوا فين ما كنكون غدا لتركيا ما كنديش معايا الحوايج بزاف، دونك غادي ندير غير البيجامه ديالي واللبسه اللي غادي نكون غادا، حتى نتوما ان شاء الله ضروري خاصني نتقدا. يعني غادا لتركيا من الحوايج زعما اللي غادا على قبلهم هي انني نتقدا شحال من حاجه ما كتعرفوا معايا ديما كنبارطاجي معكم داكشي اللي كناخذ صافي. ودرت هاد البوشيت غندير درت فيها الميك اب ديالي صافي، وهادي فيها داكشي ديالي تاع هنايا. وضروري ما ندي معايا زيت سوكي اويل. وبالنسبه للزيت ديالي كاينين شي بنات في تركيا داكشي وصاوني انني يجيبو معايا، بغاو حتى همايا هم هادي لوكازيون انني نديه معايا. ثلاثه البنات اللي بغاو المهم هذا ديالي عاد ديال البنات حتى هويا غدا به. اللي بغيت نقول لكم كيبان لكم هنا الغلاء شيبا هادشي، غدا نسخر لواحد السيده مابغاش ماقدرش زعما نقول شكون هي بالضبط، انسان عزيزه عليا بزاف. المهم خديت نعناع داك تشهات النعناع وتشهات الشيبه وديت لها هذا الشيء على الله يعجبها. قلت تشهات اتاي تاتاي غدا به. المهم نحاول ولا نحاول نبارطاجي معكم شنو نقد ديالها. المشكله اللي عندي ما عنديش الباكاج بزاف، يعني كنحاول انني ندير هذا الشيء على قد الباكاج اللي عندي. المهم غدا باتاي هنايا قلت لك هاواي، صحاب برا ديما كيحماقوا على هاواي. هاي هاواي ديت لها هواي العادي وهواي ديال الاناناس هي كهيبه. شنو عندك ثاني؟ بغات الفينو كتصاوب واحد داكشي خاطر، الخبز والبطبوط وداكشي كتصاوبو. المهم بغات الفينو انا على حساب الكيلوات، كون كان عندي كيلوات بزاف وما تندي كثر. وبغات الكسكسو حاولت نجيبو هكا ديال العبار عاد غدا نقسمو. بغات السميده ديال الكسكسو وبغات الزريعه حتى هي زريعه كنتسنى زعما باش تبقى لها مزيانه. يلا غادي نمشي حتى هي ناخذها دابا خليتها حتى الليله ندير الصافا ان شاء الله. وواحد السيده بغات حتى هي امي ديالي غادي نتلاقى بها تما، بغات بارفان من عند غاليا شوبين من عند رباب، بغات سي باسيون زوينه هذه الحمراء غزاله عجبتها قالت لي جيبيها ليا معاك. عرفتو كنحاول نجمع، شوفو كنهج كنحاول نجمع وخايفه زعما ننسى شي حاجه. دونك فوالا دابا انايا حطيت هنايا حطيت لي فاليز ديالي، هادو كنت ديجا بارطاجيتهم معكم كنت خديتهم هذاك العام زوينين واعرين صراحه فلوسهم حلال ما تندموش عليهم ما ندمتش عليهم صراحه. يعني شي حاجه اللي غتبقى ديما وانا هاد لاكولور كتحمقني يعني باقا ما طلعتش ليا في راسي. دونك فوالا انا دابا غادي نحاول نقاد النعناع، النعناع ما غاديش نغسلو باش يبقى مزيان، غنحاول نأونباليه صافي. كنتمنى زعما هادشي يوصل بخير وعلى خير. بالنسبة لهاد القفطان لي شفتوني لابسة اليوم هدا فاش كنت كندير لوكاسيون ديال القفاطان كنت حيت أنا ديجا قارية الموديلين كنت أنا لي مفصلة ومصوبة. شوفو شحال من عام وباقي عندي واعر، أنا كيحمقني كيعجبني لاكوب ديالو كلشي كانت عندي لاكوب واعرة. إيوا هادشي لي بغيت نقول ليكم صافي. دابا خليكم معايا غير نأونبالي هادشي ونرجعو هنايا ونوريكم. فوالا لقيتوني حيد دابا القفطان جبت شعري باش يطلع نتحزم لهادشي. شوفوا الحنة كيخرج غزالة غزالة غزالة، شوفوا كيفاش جات خطيرة درت حتى الخلخال. شوفوا دابا جبت لي فاليز ديالي لقيتوني مسحتهم ودابا غادي نحيد كاع هادوك التيكيتات باش يجيو التيكيتات اخرين جداد. شنو بغيت نقول لكم دابا انا غادي ندير فاليز وسط من فاليز. لقيتو دابا ماما وبابا كي اونباليو ليا دابا هادشي اللي وريتكم من غير شي حويجات غدا بهم، كاينين دي فاليز تما غادي نتلاقى بهم. المهم فوالا دابا لقيتوني كملت من هاد الفاليز، عرفتو بابا وماما عاونوني صراحة. درت فاليز وسط من فاليز ودابا هادي لافاليز اللي غنطلع معايا للطيارة، عندي فيها غير 10 كيلو دونك هاد لي ساك غادي نبغيهم نحطهم هنا في الجهة. هادو كاينين حوايجي كاينين لي كادو شي خلط. البارفان لي غادي نديه حتى هو غادي نديرو هنايا. هادي بوشيت ديال الميك اب كاع الميك اب لي غادي نحتاج، عندي هنايا ليكرون وهادوك لي كريم ايدغاتون ديالي، وهادي البوشيط فيها الدواء والماء ديال لي لونتي. دونك غادي ندير هاد الصاك غنجمعهم فيه
باش يبقاو ليا هكا مطرفين. وهاد بلوك نوت ضروري، ولكن هادي غتكون فصاكي ضروري، هي وقلم. وهاد الميزان ضروري غتحتاجو، هذا كنت شريتو نيت من تركيا، ولكن زوين هكا تبقاو ديروه معاكم. شنو بقى ليا؟ صافي ما بقى لي والو، صافي كيف ما قلت لكم ما غاديش ندير حوايج بزاف. حدو ديت غير بيجامه ولبسه لي غادا بيها، واخا قالوا ليا كاين المود ديال البر، مي راكم عارفين لي ديما كنمشي بلاش او كنرجع بالحوايج باش يقد لي الباكاج. يعني خاويه نقدر نزيد شي حاجه، بانت لي خاويه بزاف. خليكم معايا فوالا لي زامي، جا النهار ديال الصفا لقيتوني. المهم صوبت شعري، درتو بوكلي. شوفوا الحنه كيف صبحات، صبحات زوين عجبتني. المهم لبست هاد لونسون بالنوار، زوين عجبني، يلا خديتو باش كنت والبارح كنت خارجه شريت هاد لونسون عجبني زوين. المهم بونطالون والفوق ديالو، وغنلبس هادي حيت دابا كاين الموت ديال البرد. هنايا واخا كتلجو في المغرب بنهار كتكون شميشه، وفي الليل كيكون البر. المهم نلبسها هكا، وغادا نهز هاد الصويك باش ضروري في المطار خاصك تكون لابسه سبور. وما تلبسها لبست معاها لي زيسبا في النواغ. فوالا هادي هي البيسا لي غادي نمشي بيها اليوم. صافي هزيت واحد الشال في الغوج باش نهرس النواغ، دونك صافي دابا لقيتوني. صافي غادي نشد الطريق ان شاء الله للمطار، خليكم معايا. فوالا لي زامي، دابا قبل ما نمشي للمطار ماما حطات لي الغدا هنايا، دجاج محمر غزال مقلي هذا، والصفه اللي كنحمق عليها. واه واي بيان سي. اذا طلبنا دابا باش نمشيو للمطار ان شاء الله. فاذا كي صبحتي مزيان واجده بكشي خلعه. دابا وقعنا واحد المشكل، شفنا واحد الفيديو وتخلعنا داكشي، علاش دابا نقول لكم غتجي ديال الفيديو، خليكم معايا. سو كاينه مستعده؟ مستعده. يلا ندخلوا بخير وعلى خير باذن الله. الله يوصلنا على خير يا ربي. فوالا لي زامي، دابا لقيتونا كنديروا التشيكين ان شاء الله باش ندفعوا الباكاج وصافي نمشيو ان شاء الله. الباكاج درناهم، دفعنا الباكاج، درنا من الديوانات وليت كلشي. دابا ان شاء الله غير نمشيو نتسناو الطياره. السلام عليكم، ان شاء الله نوصلوا بخير. شوفوا لي زعما، شوفوا جانا الجوع، وفائزه مسكينه دايره لنا كل واحد دايره ليه الماكله ديالها. ايوا دابا حنايا واقفين كنتسناو يحلوا لنا الباب ديال الطياره، ودابا غادي نتغداو. واخا ديجا انا تغديت لي زامي. صافي اخر باساج دابا باش غادي نمشيو للطياره، كاع ما غادي نطلعو في البوس. لي زامي حنايا وصلنا، غادي نطلعو دابا للطياره، كيزربو فينا غنطلعو دابا للطياره. فوالا حنايا طلعنا للطياره، سيت الخلعه عاوتاني. صافي عندك المسكه باش ما يضروش ودنيك. كاينه ليكرون. دونك هادي سوفيان صيفتي، عرفتي واحد الحرارة خلينا بزاف المود ديالاش بقيت المود ديال اي والله يسلم على خير. ايوا زعمي حنايا ما نكذبش عليكم، زعما راه فيا الخلعة قال لك غادي يكونوا اختبارات خفيفة. ايوا يا ربي ما تخلعش والله خايفه. مشكله غادي ديشارجا لي التليفون، دونك خليكم معنا. وما تشدي الوجه بالخلعه، ولا شنو؟ شوفوا فين شكون طلع عند واحد الطب.
حنا دابا غاديك وبدا كيطلع من الحال حيت حنايا ركبنا مع الخمسة وانا مع 3:40 حيت كان الطياره ديال الغدا. ايوا شوفوا شوفوا على المنظر كاين صحاب بعيد ولتحت. عرفتوا الطياره تقريبا خاويه اللور، كل واحد جينا تكفى فهمتوا. دابا ايتونا فين وصلنا قرابين الطاليان ان شاء الله. ايوا حنايا دابا غادي نتكاو دابا يلا السبعة النهار ما بقى والو ان شاء الله نوصلو. جاتك الهبطة واعرة لا تبارك الله محفلاش باه ما شاء الله عليه خاطر ناضي كرادي والحمد لله حنا وصلنا دابا كنتسناو في عيبة تخرج من الطوالة تفاضي الهبطة هاي 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 على الباب في باش فيها تولي تشعل بالضو هذاك البوني عندك يشعل بالضو شعلي والله والله دوك البولات ما حيت ما صوبتش فاش كتكتبي علاش كتكتبي ان شاء الله الحمد لله وصلنا الحمد لله وصلنا بخير على خير كنت مخلوعه غير هكا. شوفوا دابا لقيتونا وصلنا للمطار صبيحه. ايوا شوفوا دابا نشوفوا الباجاج يلاه معاه الحمد لله بعد هذا المطار صغير ديال اسطنبول كبير بزاف هذا بعدا حافظينه. ايوا حنايا وصلنا بخير على خير سلامتكم علينا كاملين. يلا الموت ديال البرد موت موت فوالا لا فامي دابا لقيتونا وصلنا اسطنبول فاذا سلامتنا الله يسلمك. تلاقينا دابا بالكليكه المجنونه ان شاء الله غادي ندوزو هاد السيجور زوين. تبارك الله سيجور دي جور في خليتي كات جور عرفتوا هنايا كاين واحد البرد واعر برد كتحس بيه في حياك. دونك فوالا خليكم معنا في الفلوق ديال اليوم. فوالا لي زامي دابا جينا لوتيل المهم كندخلوا هذه هي الشومبر اللي خدينا انا وفائزه. المهم هنا عندنا سال دو بان هنايا كتلقاو كاع داكشي اللي غتبغيو. هادي انا البيسه درت معاها هاد هاد الشال عطاتو ليا ماما بالغوج باش تخرج لي البيسه تجي بوينه. هما لي فاليز ديالنا فاذا جلست تما. المهم هنايا كاينين دولي كاين هنايا بلاكار هنايا تلاجة هدا صاكي هادشي هادي مرايا تلفزيون فيزا بلاتي هاد الفوتوي فين نجلسو هاد الفوتوي تا هو فين نجلسو. نديري هنايا ميغوار واحدة اخرى. احسن حاجة احسن حاجة في هاد لاشومبغ هي هاد البيو اي لايك ات كتحس راجم هكا. شوفوا حنا في السيزيام ايطاج هنايا بالضبط الشارع اللي كنبغيو في الميدان. حنايا فتقفين في الميدان شارع غزال مكيخواش عرفتو على برد بزاف. فوالا حبابي دابا غير غادي نرتاحو شويه ونخرجو ان شاء الله نمشيو ناكلو شي حاجه حيت جانا الجوع. فاذا جاك الجوع شوفو جا الجوع مشات كتاكل بيستاش فاذا اللي عزيزه عليه جيب لها بيستاش كتحماق عليه. انا درت لك اشهار يا ام ياسين عرفتو لقينا كلشي فوالا دابا جانا الجوع كيفما قلت لكم وجينا باش غادي نتعشى. انا خديت غير هذا فاذا ما صافي من بعد غادي نمشيو ناكلو ما جايش الجوع صراحه ما ما بغيتش نضيع شي حاجه اللي ما غاديش نكمل الصراحه اصلا فيها غير الناس باش غدا يوم جديد ان شاء الله بغينا نبقاو بروفيسيو في الصباح وفي الليل ما كاينش الناس غير النوم. ايوا شي كاين بصحه وراحه سوقه
عرفتي ضروري من السقاطة جينا باش غادي ناخذو مشكلة لقينا لي بيغو تشونج صدو حيت دابا راه 3 ديال الصباح صدو ايوا صافي غير ديبانينا بداك الشيء لعبنا صافي بينا ناخذ شي حاجة ونمشيو عرفتوا المود ديال البرد وين دابا لقيتونا كيف ما شفتوا معايا تعشينا البرد بزاف وهنايا في الساحه ديال التقسيم في الميدان داروا بزاف ديال الحاجات جداد داروا سمي ديال اسطنبول كانت دار داك القليب زوين جيره ديال نوال فن عجبني ولكن راه المود ديال البرد اللي بغى يجي الشجيرة اللي بغى يجي يجي لابس فيها كيف قلت لكم دونك فوالا اخوتي كنتمنى زعما الفلوغ يكون عجبكم نتلاقاو ان شاء الله في الفلوغ الجايين كنقول لكم انايا نحاول لو ماكسيموم على البرد كاين ما يمكنش نبارطاجي معكم اي حاجه ان شاء الله يلا ليتس ماشي يلا يلا ليتس جو يلا السلام عليكم نتلاقاو في فيديو جديد كنحماق عليكم شوفوا ما تنساوش تدخلوا عندي في انستغرام تما راه كنبارطاجي معكم اليوميات ديالي في تركيا يلا باي احلى جواز في الدنيا هو جواز السفر جواز الباسبور احلى باب هو باب الطياره انا بالنسبه لي دي من احلى البيبان اللي في الدنيا باب غير الباب اللي فوق الجمل باب الطياره